موهبة ليفركوز على خطى بن ناصر. يتواصل الصراع بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونظيره الاتحاد المغربي على المواهب الكروية الصاعدة والتي تتألق في الدوريات الأوروبية الكبيرة، خاصة العناصر التي تملك الجنسية المزدوجة الجزائرية والمغربية ويمكنهم من الناحية القانونية تمثيل المنتخب الوطني الجزائري أو المنتخب المغربي. وقد حصلت بعض وسائل الإعلام على معلومات تفيد بأن الموهبة الكروية أيمن أورير، وهو الذي تنحدر أصوله من أب مغربي وأم جزائرية والمحترف في صفوف نادي بايرن ليفركوزن الألماني، يقترب أكثر من الانضمام إلى الفريق الوطني الجزائري، ويسعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم للاستفادة من خدمات الموهبة أيمن أورير على غرار ما فعله الاتحاد الجزائري مع إسماعيل بن ناصر من قبل، الذي يعد الآن من نجوم الدوري الإيطالي ومن أحسن اللاعبين في العالم. ويتدرب أيمن أورير رفقة الفريق الأول لبايرن ليفركوزن ويخوض المباريات مع فريق أقل من 19 سنة، ونظراً لصغر سن اللاعب والمنافسة الشديدة الموجودة الآن في المنتخب الأول، فإن الاتحادية الجزائرية تسعى لضم اللاعب للمنتخب الأولمبي